اللي موجود تحت الفيديو مشان ما تروح عليكم فيديوهات الجاي. يسعي انشروا هذا الفيديو مع كل رفقاتكم كمان. لك تعي تعي لقيت شغلة نتسلى فيها. ياي شو هو؟ شغلة غير شكل المطبخ. عن جد رح نعمل كوكي؟ لك ايه؟ طب وامك بدك اياها تعصب علينا انا وياكي؟ لك ماما مالها هون. قومي تحتحي من محلك وتعي قبل ما ماما تيجي. اوكي كومينج. بس لحظة شو بدنا نطبخ؟ هلا خلص تعي وبس تيجي بنقرر. جاج مكعب. ايه كثير صعب ها ما بعرفه. نفتح فيديوهات او نطبق. يلا اول شي بدنا نخفق بيضة. لك شو هاد؟ ليش هيك مناظركن؟ اصلا انتو شو فوتكن على المطبخ؟ انتو كاسة مي ما بتعرفوا تعبوها. انتو حسابكن بعدين. لحظة ماما لحظة. اسفين والله اسفين. اسفين؟ قولي اسفة لحالك. خلو انا ما دخلني. هي والله هي. ايه هاتو شو عم تساووا؟ لحمة بس انحرقت. ايه ما بتعرفوا انه فيكم تحطوا كاتشب هاينز؟ كاتشب هاينز؟ معمول من البندورة الطبيعية التازة مو حي الله. ها وهي صارت اللحمة بتتاكل وطيبة واحلاها. كنتوا حطيتوا اصبعتي لتصير الاكلة حلوة؟ الضحك مثلا؟ الله عليك يا ماما شو مهضومة؟ والله عليكي يا بنتي شو مفصومة. طبخ ما بس قلك روحي جيبي كاسة مي لأبوكي بتنتري. هلأ دبت فيكي الشطارة. أنا هلأ رايحة وحسكن عينكن ارجع ما لاقي مطبخ مثل ما كان. إلا بنتي لسه بدها فتخ خبز كتير هي وفيتها الدلوعة اللي فاكريني المطبخ محل اللعب؟ اشتركوا بالقناة مشان الله يصبرني ويعطيني طولة البال. اخ يا رب وصلوا لي هالفيديو لل 190 الف لايك. خلصتوا التنظيف؟ انا راجع المطبخ ها؟